وللحديث حول مشاركة منتخبنا لكرة اليد معنا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية أحمد محمد موفد تلفزيون البحرين إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد. بداية نرحب بك أحمد، وكيف كانت أجواء مباراة الأمس التي فاز فيها منتخبنا لكرة اليد على نظيره الأمريكي، بالإضافة إلى ما هي الاستعدادات لمباراة يوم غد أمام المنتخب المصري؟ أهلا وسهلا زملائي. بكل تأكيد مباراة بالأمس كانت مباراة مميزة لمنتخب مملكة البحرين ومنتخب المحاربين كما يطلق عليه. منتخبنا بدأ مشواره في هذه البطولة بتعادل أمام منتخب تونس رابع القارة الأفريقية، من بعدها خسر أمام وصيف العالم ووصيف أولمبياد طوكيو المنتخب الدنماركي، وفي المباراة الثالثة انتصر على المنتخب البلجيكي في مباراة كانت فروقات كبيرة فيها لمنتخبنا الوطني. من بعدها منتخبنا يتواجد الآن في الدور الرئيسي، وبالأمس خاض أول منافسة وأول مواجهة أمام المنتخب الأمريكي. بكل تأكيد فوز الأمس ضمن للمنتخب أن يصنف من المركز الثاني عشر حتى المركز السادس عشر في هذه البطولة أو في بطولة كأس العالم، وقد سبق لمنتخبنا التواجد في المركز العشرين كأفضل مركز له. بكل تأكيد هو إنجاز جديد لكرة اليد البحرينية. الاستعدادات كبيرة لمنتخبنا الوطني، بإذن الله راح يخوض حصة مرانية في تمام الساعة السادسة بتوقيت مالمو السويدية لمواجهة الغد المفصلية أمام المنتخب المصري. المنتخب المصري طبعا منتخب كبير وله قاعدة كبيرة في كرة اليد العالمية. المنتخب المصري وصل للمركز الرابع في آخر بطولة عالمية كانت في القاهرة. بكل تأكيد مباراة يمني الناس فيها منتخبنا بالانتصار. في حال الانتصار راح تصعد حظوظ منتخبنا الوطني لبلوغ دور الثمانية في إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد البحرينية. زميلي أحمد، يعني لو تحدثنا أيضا عن التوقعات وفرص المنتخب الوطني لتأهل للمرحلة المقبلة. الفرص حتى هذه اللحظة المنتخب ضمن تواجده من ضمن أفضل 12 حتى 16 منتخب في هذه البطولة. الفوز في المباراة القادمة خصوصا بعد تعادل منتخب كرواتيا والدنمارك المتواجدين في نفس مجموعة المنتخب بالأمس أعطى المنتخب أو سيعطي المنتخب فرصة كبيرة للتأهل كوصيف أو كبطل للمجموعة لدور الثمانية. مباراة قوية أمام منتخب مصر اللي يمتلك نجوم محترفين في أوروبا، أغلب المنتخب أو أغلب عناصر المنتخب المصري متواجدين كلاعبين محترفين في فرق أوروبية سواء في الدوري الفرنسي أو الدوري الروماني وأيضا الدوري الألماني. بكل تأكيد الفرص والحظوظ مع منتخب المحاربين، ليس هناك توقعات. منتخب المحاربين يلعب بروح الروح البحرينية الجميلة بكل تأكيد، وبإذن الله يكون التوفيق حليف منتخبنا في مواجهة الغد. كل التوفيق لكم وللمنتخب الوطني في التأهل للمرحلة المقبلة. أحمد محمد موفد تلفزيون البحرين إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد، كنت معنا من مدينة مالمو السويدية، شكرا جزيلا لك.